كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا داخلين لمهرجان ديال مناسبة المؤتمر الجهوي ديال الحزب بأكادير، وفرصة لنلتقي مع جماهير أكادير مع القادة التاريخيين لهذا الجهة ديال سوس مسا. وانا سعيد بان يكون الى جانبي الاخ والصديق والاستاذ علي قيوح اللي كيشكل مفخره بالنسبه لهذه الجهه، وعدد من القيادات المحليه للاحزاب السياسيه الوطنيه. واعتقد ان هذه صوره جميله اللي يمكن تعطى الطبقه السياسيه المغربيه في وقت يسعى البعض الى التقليص من حجم ووزن الطبقه السياسيه، ولا مستقبل في بلادنا الا بناء على احزاب قويه وطنيه ديمقراطيه اللي تلعب دورها. التعليق ايوا احنا خرجنا، انت غتسمع التعليق دابا. ازمه ديال الانتخاب عندنا ابدا. وانا 95% من الناس كلهم صادقوا على القرار. شكون اللي بغيتي شو اللي غينشق؟ باقي بالكيره واش غادي تنسحبوا ولا لا؟ لو كان الوالد ديالي هو الوالده كذلك ما عرفتش شنو غنديروا. شنو هذا السؤال؟ الله اعلم، هذا سؤال مرتبط بالعلم. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.